هل أصحاب نظرية الأرض المسطحة جادون حقا؟ سنتعرف في هذا الفيديو على حججهم وقناعاتهم. يدعي أعضاء جمعية الأرض المسطحة بإيمانهم المطلق بأن الأرض مسطحة، عندما تتجول على سطح الكوكب يبدو وكأنه مسطحا، لذا فإنهم يرون أن كل الدلائل التي تشير إلى عكس ذلك مثل صور الأقمار الاصطناعية لكروية الأرض هي افتراء لمؤامرة الأرض المستديرة التي دبرتها وكالة ناسا والوكالات الحكومية الأخرى. يجري وصف اعتقاد بأن الأرض مسطحة على أنه نظرية المؤامرة الكبرى، لكن وفق لقادة جمعية الأرض المسطحة فقد نمت صفوفها بمقدار 200 شخص معظمهم أمريكيين وبريطانيين سنويا منذ عام 2009، واستندوا إلى جهود مبذولة، واستثمر أصحاب المعتقدين بأن الأرض مسطحة في بلورة النظرية على مواقعهم على الإنترنت، بالإضافة إلى دفاع عن آرائهم التي يقدمونها في المقابلات الإعلامية وعلى تويتر أيضا. وبذلك يبدو أن هؤلاء الأشخاص يعتقدون حقا أن الأرض مسطحة. لكن في القرن 21 هل يمكن أن يكونون جادين؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون ممكنا من الناحية النفسية؟ إليك نظرة من خلال عيون أصحاب نظرية الأرض المسطحة. بعد شطب العديد والعديد من الأدلة الملموسة على أن الأرض كروية، يقبل المؤمنون بنظرية الأرض المسطحة بسهولة بقائمة طويلة من المقترحات التي قد يراها الأغلبية السخيفة. تنص نظرية الأرض المسطحة الرائدة أن الأرض عبارة عن قرص تكون فيه دائرة القطب الشمالي في المركز وقارة القطب الجنوبي هي الجدار الجليدي الذي يبلغ ارتفاعه 45 متر حول الحافة. كما يعتقدون أن موظفي ناسا يحرسون هذا الجدار الجليدي لمنع الناس من التسلق أو السقوط من هذا القرص. وقال أحد الموظفين في وكالة ناسا في 5 مايو 2017 في مقطع فيديو على اليوتيوب أن لديه الدليل على أن الأرض مسطحة، وعلى ما يبدو أن غرق أحد رواد الفضاء كان هو الدليل وأن ناسا تكذب. ويتم تفسير دوران الأرض ليلا ونهارا من خلال افتراض أن الشمس والقمر عبارة عن كرات يبلغ قياسها 1 كيلومتر تتحرك في دوائر على ارتفاع 4828 كيلومتر على مستوى الأرض. مثل الأضواء الكشاف تضيء هذه الأجرام السماوية أجزاء مختلفة من الكوكب في دورة مدتها 24 ساعة. يعتقد أصحاب الأرض المسطحة أنه يجب أن يكون هنالك أيضا قمر مضاد غير مرئي يحجب القمر أثناء عملية الكسوف. علاوة على ذلك فإن جاذبية الأرض مجرد وهم كما يقولون، الكائنات لا تتصارع إلى الأسفل، بدلا من ذلك يتصارع قرص الأرض إلى الأعلى بمعدل 9.8 كيلومتر لكل ثانية مرفوعا بقوة غامضة تسمى الطاقة المظلمة. حاليا هنالك اختلاف بين أصحاب الأرض المسطحة حول إما إذا كانت نظرية النسبية لأينشتاين تسمح للأرض بالتصارع إلى الأعلى إلى ما لا نهاية دون أن يتجاوز الكوكب في النهاية سرعة الضوء. يبدو أن قوانين أينشتاين لا تزال سارية في هذه النسخة البدائية من الواقع. أما ما يوجد تحت القرص الأرضي فهو غير معروف، لكن معظم أصحاب نظرية الأرض المسطحة يعتقدون أنه مكون من الصخور. ويعتقد أصحاب نظرية الأرض المسطحة أن الصورة الكروية للأرض مصنوعة بالفوتوشوب. تم تجهيز أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي GPS لجعل الطيارات يعتقدون أنهم يطيرون في خطوط مستقيمة حول الكرة الأرضية بدلا من أنهم يطيرون في الواقع في دوائر فوق قرص. لم يتم التأكد من دوافع وراء إخفاء حكومة العالم بشكل حقيقي للأرض، لكن يعتقد أصحاب الأرض المسطحة أنه ربما يكون سببا ماديا. تشرح صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بموقع ويب الأرض المسطحة باختصار: من المنطقي تزويد البرامج الفضائية أقل بكثير من تكلفة امتلاك واحدة فعليا، لذلك فإن المشاركين في المؤامرة يربحون من التمويل الذي تحصل عليه وكالات ناسا ووكالات الفضاء الأخرى من الحكومة. لم يأتي المؤمنون بالأرض المسطحة من زاوية مخفية للكون كما يعتقد الكثيرون، بل كان هنالك الكثير من المشاهير الصريحين للغاية بشأن معتقداتهم حول هذا الموضوع. يؤدي الفهم بأن الأرض مسطحة إلى استنتاج بأنها يجب أن تكون مسطحة بالفعل. القمر المضاد، مؤامرة وكالة ناسا، وكل ما تبقى هي مجرد تبريرات لكيفية عمل ذلك في الممارسة. هذه التفاصيل تجعل من نظرية الأرض المسطحة سخيفة للغاية لدرجة أنها تبدو مزحة، لكن العديد من المؤيدين يعتبرونها حقا النموذج الأكثر منطقية لعلم الفلك من تلك الموجودة في الكتب المدرسية. باختصار إنهم لا يمزحون. ويقول ويل مروى أحد رواد نظرية الأرض المسطحة أن مسألة الإيمان والصدق تتأثر كثيرا. إذا كان علي أن أخمن فسأقول على الأرجح أن بعض الأعضاء يعتقدون ويرون جمعية الأرض المسطحة ونظرية الأرض المسطحة كنوع من التمارين المعرفية، سواء كان ذلك نقدا للمنهج العلمي أو كنوع من اعتقاد أولي للفلسفة وحدة الأنا. وربما يكون هنالك أيضا بعض الذين يعتقدون أن الشهادة ستكون مضحكة نوعا ما على حائطهم، ومع ذلك فأنا أعرف العديد من الأعضاء شخصيا وأنا مقتنع تماما بإيمانهم.
يعتبر ويليام نفسه من بين المؤمنين الحقيقيين، قال: قناعاتي هي نتيجة استنباطات فلسفية وكمية كبيرة من البيانات التي لاحظتها شخصيا والتي ما زلت أقوم بجمعها. ماذا يقول علم النفس في ذلك؟ على الرغم من أن نظام معتقداتهم لا يمكن تصوره، إلا أنه لا يفاجئ الخبراء حقا. تقول كارنين دوغلاس عالمة النفس في جامعة كان في المملكة المتحدة والتي تدرس علم النفس النظرية المؤامرة، إلى أن معتقدات أصحاب نظرية الأرض المسطحة تتوافق مع معتقدات نظرية المؤامرة الأخرى التي درستها. وتقول: يبدو لي أن هؤلاء الأشخاص يعتقدون عموما أن الأرض مسطحة، لا أرى أي شيء يبدو كما لو أنهم يطرحون هذه الفكرة فقط لأي سبب آخر. قالت أن جميع نظريات المؤامرة تشترك في التوجه الأساسي، إنها تقدم نظرية بديلة حول قضية أو حدث مهم، وتنبني غالبا تفسيرا غامضا لتغطية سبب لشخص على تلك النسخة الحقيقية من الأحداث. وقالت إحدى النقاط الرئيسية الجديرة باهتمام هي أنهم يشرحون حدثا كبيرا ولكن في الكثير من الأحيان دون الخوض في التفاصيل. الكثير من القوة تكمن في حقيقة أن هذه التفسيرات غامضة. إن الطريقة الواثقة بالنفس التي يتمسك بها منظرو مؤامرة بقصتهم تضيف إلى هذه القصة جاذبية خاصة. بعد كل شيء، فإن أصحاب نظرية الأرض المسطحة أكثر إصراراً على معتقداتهم من معظم الناس الذين يعتقدون بكروية الأرض، ربما لأن البقية منا يشعرون أن ليس لديهم ما يثبتون. إذا واجهت وجهة نظر الأقلية يتم طرحها بطريقة ذكية ومستنيرة على ما يبدو، وعندما لا ينحرف المؤيدون عن آرائهم القوية التي لديهم فيمكن أن يكونون مؤثرين للغاية. نحن نطلق على تلك تأثير الأقلية. حسنا يا صديقي، لا تنسى أن تخبرنا عن رأيك في التعليقات عن ما إذا كانت نظرية الأرض المسطحة موضوعا مثيرا للاهتمام بالنسبة إليك أو مجرد مزحة مضحكة. إذا أعجبك الفيديو فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق وتفعيل زر الجرس لكي يصلك منا كل جديد.